حد الآن كانت تدخل الجزائر من خلال القوافل الإنسانية والتي في مجموعها سواء عن طريق الهلال الأحمر الجزائري، سواء عن طريق المنتخبين، سواء عن طريق بعض الولايات، وصلت في مجموعها إلى حوالي 300 طن، وخففت بعض الشيء هذه النقص الذي كنا نشهده في بعض المواد خلال فترة وصولها، خاصة أنها تزامنت مع دخول وحلول شهر رمضان المعظم، كان لها واقع خاص في التخفيف من معاناة اللاجئين. هناك وسائل للحماية من كمية حوالي 100,000 من الكمامات، وكمية كذلك من وسائل للنظافة والتعقيم والتطهير. قرار مهم جدا وله كان الأثر الإيجابي، وهو بناء مستشفى ميداني للمساعدة في التخفيف الضغط على المستشفيات الموجودة في المخيمات، وخاصة أنه يتوفر على دكاترة مختصين في عدة اختصاصات. هناك مساهمة من الاتحاد الإفريقي كذلك، بعض الأجهزة والوسائل المساعدة على الفحص، المساعدة على الوقاية. وكما ذكرت كذلك مساهمة مفوضية اللاجئين، حصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي، وبعض الوسائل خاصة في الحماية من الكمامات ومن وسائل الأخرى قد توفرت ولو بشكل محدود. حينما نتكلم عن الاستجابة للنداء الذي وجهته المنظمات الدولية بالتنسيق وتعاون معنا، الاستجابة في معظمها حوالي تشكل إلى حد الآن 20% من المبلغ المطلوب، وبالتالي ما زلنا بعيدين جدا عن توفر الاحتياجات، وهي مناسبة لنوجه نداء مرة أخرى للبلدان المانحة للإسراع في توفير تلك المتطلبات وتلك المساهمات، لأنه نحن دخلنا المرحلة الثانية وهي وصول الوباء إلى المخيمات، وهذا يتطلب كثير من التدابير وكثير من الاحتياطات الأخرى، ونحن في أمس الحاجة إلى مساهماتهم وتبرعاتهم في هذا الوقت الحرج جدا. على أي حال، احنا لدينا مخزون متواضع جدا من لبعض المواد الأساسية لثلاثة شهور، وحيث أن خط الإمدادات الغذائية لبرنامج الغذاء العالمي يشهد صعوبات، نحن نكاد شهريا نستعمل معظم المواد الموجودة في المخزون كما هو توزيعات الشهر الحالي، وبالتالي خلال كل هذه الفترة لم نشهد أنه المخزون ظل يعني على جنب ولم نلجأ إليه. لجأنا إليه في كل هذه الأشهر الماضية نتيجة لنقص في مساهمات البلدان المانحة، ولكن كذلك نتيجة لعدم وصول بعض المواد في وقت مبكر، وبالتالي هذا المخزون إذا ما كان متوفر كل المواد الموجودة فيه فهو لثلاثة شهور فقط. والوباء نحن نتكلم عن فترة ممكن طويلة، ونتكلم عن موجة ثانية يتطلب أنه خط الإمداد الغذائي لبرنامج الغذاء العالمي يكون في حالة جيدة، وذلك يعتمد على مساهمات البلدان المانحة حتى لا نضطر اللجوء لهذا المخزون إلا حينما تكون هناك حقيقة وضع حرج جدا. الآن نستعمل نظرا لأنه المساهمات غير لا تكفي، وأحيانا يتم وصولها في وقت متأخر، ونضطر حتى لا يضرر اللاجئين باللجوء إلى استعمال هذا المخزون الغذائي.